أيضا من الأحكام المتعلقة بالشتاء أنه لا يشرع الجمع بين الصلاتين لأجل شدة البرد فقط، فإن شدة البرد كانت موجودة في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم تقع على خط عرض 24، والأجواء المناخية منذ ذلك الحين إلى الآن لم تختلف كثيرا، بل ربما تكون في ذلك الوقت الأجواء أكثر برودة، وكان كثير من الصحابة لا يملك سوى ثوب واحد فقط، ثوب واحد بدون ملابس داخلية، ثوب واحد فقط، كما قال جابر رضي الله عنه: أينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع لأجل شدة البرد ولو مرة واحدة، لم يرد ذلك بسند صحيح ولا بسند ضعيف ولا بأي إسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على عدم مشروعية الجمع لأجل البرد. ثم إن شدة البرد يمكن التغلب عليها بالتدفئة وبلبس الملابس الشتوية المناسبة، فيتغلب الإنسان على شدة البرد بذلك. ولهذا فشدة البرد ليست عذرا للجمع بين الصلاتين، والأصل أن الصلاة تصلى في وقتها، وهذا هو الأصل المحكم، ولا تجمع الصلاة مع غيرها إلا لعذر من سفر أو مرض ونحو ذلك. وأما أن يجمع لأجل شدة البرد فقط فإن هذا أمر لا يجوز، والجمع بين الصلاتين من غير عذر معدود عند أهل العلم من كبائر الذنوب، إلا إذا كان يصحب شدة البرد يصحبها مطر غزير فيلحق الناس مع هذا مشقة كبيرة، فيجوز الجمع لأجل ذلك، أو تكون شدة البرد مصحوبة برياح شديدة وعواصف ويلحق الناس معها حرج كبير، فيجوز الجمع حينئذ. أما مجرد شدة البرد فلا تجيز الجمع بين الصلاتين.